طيب مصاري. ندخل بقى في الجد اللي الجد اللي كلنا بعد المقدمه اللي حضرتك قلتيها دي انا قلقان من الجد. ليه بس احنا كلنا يعني كلنا امال على انه الفريق ده ان شاء الله فريقنا باذن الله يحقق بإذن الله. البطوله في النهايه. بس عايز اعرف كده اهم ملاحظاتك. اكيد تابعت ماتش الاهلي والوداد او الوداد والاهلي. في البدايه ببارك طبعا النادي الاهلي وده العهد يعني اللي عهدناه على لعيبه النادي الاهلي وجمهوره عهدوا منه خلال المباريات الكبيره. مباراه الوداد كانت مباراه كبيره جدا في كل المقاييس يعني رقميا وفنيا وكل شيء كان متميز فيها النادي الاهلي. يمكن انا تابعت حتى بعد المباراه تحليل المباراه والتحليل حتى الرقمي. الاهلي تسيد المباراه من بدايه حتى من الدقيقه من قبل الجول لحد نهايه المباراه في ظروف برضه عشان نبقى واقعيين في ظروف ساعدت النادي الاهلي على ده. الظروف اللي مر بيها نادي الوداد وبعض الاصابات وبعض التغييرات في اماكن بعض اللعيبه ساعدت النادي الاهلي. لكن في الاول هو النادي الاهلي فرض اسلوبه من البدايه ومستر موسيماني شخصيته ابتدت ملامحها تظهر على النادي الاهلي من خلال المباريات الكبيره وده ادى النادي الاهلي يكسب بره ملعبه فرقه كبيره زي الوداد 2-0 ويامن ولو بخطوه كبيره جدا وجوده في المباراه النهائيه. وده ان شاء الله اللي بنامله وكنا بنتمناه من البدايه ان يبقى النهائي مصري خالص الاهلي والزمالك. اعتقد ان احنا الفرقتين خدوا شوط كويس جدا بالنسبه للمباراه النهائيه.